التأسيس لمرحلة هامة من تاريخنا الوطني. وعلى أي اللي أكون ملتزما غادي نقرا الكلمة ديالي باش نتحمل المسؤوليات، قلة قوية منفتحة وشفافة. وقد شكل شهر يوليوز 2011 محطة حاسمة في تاريخ جميع المؤسسات من خلال تسويق المغاربة بالموافقة على دستور جاء في إطار مقاربة تشاركية ساهمت فيها كل القوى السياسية والفعاليات الحقوقية. موضوع الندوة وهو استقلال السلطة القضائية، الآلية والرهانات، سنشارك بطبيعة الحال بصفتنا ممثلة للودادية الحسنية للقضاة في موضوع حول تحديات استقلال السلطة القضائية، باعتبار الودادية الحسنية تشارك في جميع الأوراش الإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في كل ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية، باعتبار أن دور السلطة القضائية أو توطيد استقلال السلطة القضائية يساهم في تعزيز وتكريس الثقة لدى المواطن وأيضا لدى كل المتقاضين سواء كانوا مواطنين أو كانوا أجانب، بما يدعم التنمية في بلدنا كبلد حقوقي بامتياز، وكضامن بطبيعة الحال لأن القضاء هو المؤهل لضمان الحقوق والحريات وهو المؤتمن على هذه الحقوق والحريات الدستورية. لماذا؟ لأن المؤشر الآن على مستوى العالمي وهو أن المقياس وهو استقلال السلطة القضائية في البلد، باعتباره أولا هو الضامن للحقوق والحريات، وثانيا هو الجاذب للاستثمار وللتنمية في أي وطن من الأوطان في العالم. نحضر اليوم هنا في اللجنة المنظمة بتعاون مع الودادية الحسنية للقضاة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمرصد الدولي لحقوق الإنسان، ننظم اليوم ندوة استقلال السلطة القضائية، الآليات والرهانات. لما يكتسيه هذا الموضوع اليوم في تاريخنا الحاضر أو المعاصر من أهمية قصوى، على اعتبار أنه لا أساس لاستقرار الوطن إلا بتكوين عدالة مستقلة ونزيهة وفعالة. وقد نادى المحامون في خلال تاريخهم باستقلال السلطة القضائية، وكنا نقول دائما أنه لا استقلال للسلطة القضائية إلا باستقلال مهنة المحاماة. واليوم هذه الندوة تؤطر لترسيخ المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 الذي هو استقلال السلطة القضائية، ونعتقد بأننا نموذج في الوطن العربي لهذه الاستقلالية. ولكن ما هو مطروح علينا جميعا؟ أن نسعى لترسيخ هذه الاستقلالية وتفعيلها لاكتساب للحفاظ على حقوق المواطنين.